ووداد بوفريق، وكانت النتيجة بعد المرحلة الأولى بثلاث أهداف مقابل صفر، وهذا لصالح رياضة القبة. والآن فإلى ملعب 20 أوت لمتابعة الشوط. سيداتي أوانسي، سادتي، مساء الخير وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء. Esprit Saint dans un corps saint, bien sûr. Au hasard de nos différents reportages, nous avons pu constater que ce vieil adage n'avait التقي اليوم مع المديرية الفنية لكرة اليد، وهذا بعد المشاركة الأخيرة نتاعها في كرة القدم والتخطيط والبرمجة إلى آخره، كذلك الأهمية نتاع اللياقة البدنية. فريق الجزائر ينتصر في إسبانيا، فريق الجزائر ينتصر في إسبانيا. هو غزا الميدان والسبع ما ينساش بيلعبوا بالمال، السادس ما يعياش هو غزا الميدان والسبع ما ننساش بيلعبوا بالمال، خفات وما طرح امشي وكل شي بالبرهان، خفات وما طرح امشي وكل شي بالبرهان، جيبوها يا الولاد ان شاء الله يا الولاد.